الاجتماعية هي بناء، ماشي دي مزيغات، ماشي إجراءات. خصنا نكونوا مسؤولين، خصنا نكونوا رجال الدولة. ماشي معقول نقولوا أن نشدوا واحد الميزانية كلها ونكبوها في المحوقات وما تبقاش عندك لا ماج دو مانوفا فين غادي تشتغل. وإلا درنا هذا الشيء غادي خصنا إمكانيات أخرى، حتى كاع إلا بغينا نديروا هذا الشيء. سيبوزون بغيتو تعاونوا البترول والثمانات باش سميتو. هذا الشيء غادي يخلي واحد العجز كبير اللي ما يمكنش لينا نمولوه حتى بالاستدانة. دونك سمحوا لي خصنا نتكلموا بصراحة، نتكلموا بصراحة مع المواطن. أزمة كاينة وحنا قادرين عليها وغادي نخرجوا منها إن شاء الله. وهاد الأزمة واحد النهار غادي تسالي، وملي غادي تسالي غادي تشوف الله هكا وغادي تشوف اش خليتي وراك. واش خليتي من وراك سيدين بحال هذا اللي لقينا، ولا غادي تلقى مشاكل ديال التمويل اللي حنا خايضين فيها اليوم. حنا الحمد لله واقفين على رجلينا وغادي نخليو البلاد واقفة. وكتشوفوا الاستثمارات اللي تكلمت عليها الأهمية ديالها. كاين مسائل كبيرة اللي كتعمل، والطريق الصحيح هو هذا. وحنا ما غاديش يعني ما غاديش نوقفوا الدعم ديال الغاز، غادي نبقاو غاديين معاه رغم انه ارتفع بكميه. وغادي وكنفكر لانه علاش؟ لان كنفكروا في هذيك السيده اللي كطيب لوليداتها وخصها تلقى البوطه بالثمن ديالها. وما غاديش نوقفوا دعم الكهرباء، لان هذوك العائلات البسطاء ما يمكنش يخلصوا الضو زايد من هذا الشيء اللي كيخلصوا اليوم. وما غاديش نوقفوا الدعم ديال الدقيق والخبز، لانه هو الطعام الاول ديال المغاربه. ولكن مستعدين باش ندعموا النقل ديال هذه البضائع باش ما تزادش، داكشي علاش كنعطيو للمهنيين. مستعدين انه كان النقل ديال المدرسه ديال لي بروفيسيونيل حتى هو كندعموه، لان هذوك الوليدات الصغار اللي ما عندهمش. اذا حنا كنمشيو يعني البرامج ديال الهشاشه اللي كتمس الناس وكندعموها. وهذه راه 3.5 مليار بلا هادشي ديال الدعم ديال النقل وداكشي كله اللي هي جد مهمه. ولكن اسمح لي ما عندناش امكانيات باش ندعموا المازوت، باش نكونوا واضحين، نكونوا واضحين ما عندناش الامكانيات باش ندعموا سميتو. والا يعني سوف يكون ماليا متقوبه.